نقدر نقول انه والله الحميه الغذائيه اللي انت بتتبعيها تعتبر قاسيه، متى نقدر نسميها حميه قاسيه؟ صباح الخير أول شيء صباح لكل النور. جميع المشاهدين. طبعا تساقط الشعر مشكلة بيعاني منها كثير من الأشخاص، خصوصا قد تكون جينية أحيانا، ولكن في بعض الأحيان يكون سببها الحميات الخاطئة أو الحميات القاسية والغير مدروسة. هلأ عادة الحمية الغير مدروسة أو خلينا نقول القاسية بينقص تناول المغذيات الرئيسية والأساسية اللي بيحتاجها الجسم، فالشخص بينقص عنده كمية أو خلينا نقول متناول من البروتينات، الأحماض الدهنية الأساسية، بعض الفيتامينات الضرورية جدا لنمو الشعر. فلهيك نحن دائما بننصح بانه الحميه تكون، او خلينا نقول حتى لو شخص بده يقوم بانقاص وزنه يتبع حميه مدروسه. طيب دكتورة، يعني في بعض الناس يعمل حمية فعلا قد تكون قاسية، حابب ينزل بشكل أسرع بس بياخذ مكملات غذائية، إيش رأيك فيها؟ هلا المكملات الغذائيه اذا الشخص يعني شعر انه مش عم ياخذ احتياجه من الطعام نفسه، فهو طبعا احنا دائما بننصح، لهيك احنا بنقول الحميه المدروسه دائما بيكون الاخصائي او الطبيب بينصح بمكملات غذائيه بحسب الحميه اللي بيتبعها الشخص. فالمكملات الغذائيه طبعا ضروريه في حال اتباع الشخص حميه، لكن احنا دائما بنقول انه الشخص يحاول حتى لو بده يعمل على انقاص وزنه ينقص الوزن بشكل تدريجي، وبالتالي يضمن عدم خسارة خلينا نقول المغذيات أو مخازن المغذيات الأساسية والفيتامينات من الجسم عنده. طب دكتور، احنا بنشوف الآن في السوشيال ميديا يعني آلاف الأنواع من المكملات الغذائية اللي تقول لك والله مفيدة للشعر للبشرة، هذه سحر، وبنسمع يعني بطريقة ترويجية كبيرة، والكثير مننا يعني قد ينساق أحيانا وراء هذه المكملات. بالنسبة للشعر وللبشرة، إيش أهم الفيتامينز اللي لازم نكون ماخذينها بشكل كافي، وإذا احتجنا مثلا نقدر ناخذها من أنواع المكملات الغذائية، إيش أفضل الفيتامينز للبشرة والشعر؟ هلا الفيتامينات الضروريه للبشره والشعر عندنا مثلا الزنك، فيتامين اي، فيتامين اي ضروري جدا للبشره، هاي فيتامين سي ايضا لانه بيساعد على تجديد الخلايا وخلينا نقول اصلاح الخلايا التالفه. الزنك ضروري جدا للشعر اللي بنلاقيه في اغلب المكسرات او خلينا نقول الجوز اللوز، هاي الاشياء غنيه جدا في الزنك، لكن اذا الشخص كان بيتبع حميه ممكن انه يتناول المكملات الغذائيه الغنيه بالزنك، فيتامين اي بيساعد على خلينا نقول تجديد ايضا الخلايا بالنسبه للبشره، وفيتامين سي. فين بنلاقي وفيتامين فيتامين اي يا دكتوره؟ مش ما سمعت السؤال. فيتامين اي يعني الزنك ذكرتي انه مثلا المكسرات، السمك، فيتامين اي، فيتامين اي. فيتامين اي مثلا موجود بالفراوله، موجود بالفاكهه اللي الوانها حمراء، الوانها برتقاليه، فيتامين سي عندنا موجود في الحمضيات، موجود في ايضا موجود في مثل البرتقال، الليمون، الفلفل الملون اللي هو الفلفل الحلو. ايوه بنلاقي طبعا احنا ليش بنقول دائما انه الحميه لازم تحتوي على فيتامينات، على خلينا نقول الفاكهه والخضروات لانها غنيه بكل الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، وكل ما نوعنا فيها كل ما حصلنا على مختلف انواع من المغذيات، لانه كل ما كان مختلف يعني الوان الفاكهه والخضروات متنوعه الالوان، لان الالوان هاي بترجع ل اختلاف في الفيتامينات والمعادن اللي موجودة بها الخضروات، وبالتالي نحن بنضمن إنه جسمنا بيحصل على التنوع في المغذيات. طيب دكتورة، في حال عدم اتباع حمية غذائية صحيحة، يعني البعض يقول لك مثلا أنا حابة أنزل عندي مناسبة بعد أسبوعين، عندي يعني شغلة معينة، فيتبع نظام غذائي قاسي جدا، وتقول لك يعني طيب بعدين أعالج الأضرار، إيش ممكن نقول لها أو نقول له أكثر الأضرار اللي بنلاقيها بشكل فوري تنعكس على جسمه، على صحته، على شكله؟ عندنا أول شيء التعب، الشخص بيشعر إنه ما عنده طاقة، فبالتالي أداؤه سواء كان الوظيفي أو العملي أو العلمي، لو كان مثلا طالب أو طالب وبيدرس هيتأثر في هذا الشيء، هيكون ما في عنده طاقة ومجهد دائما، ما عنده قابلية ل
أداء الوظائف، أو خلينا نقول يعني ينجز الأعمال أو المهام المطلوبة منه. أيضا بيكون في عندهم مزاجية الأشخاص هدول، يعني مزاجهم مودهم بيتعكر، بتلاقيهم معصبين متوترين، كيف مثلا أثناء شهر رمضان وبالصيام النفس ايوه بتتعصب شوي فبتأثر على المود. ليش؟ لأن نقص المغذيات بأهم يعني مضاره للجسم، إنه بيعمل عدم اتزان بهرمونات الجسم، وهرمونات الجسم خلينا نقول والنواقل العصبية بتتحكم بمزاج الشخص، فبيكون الشخص مودي ومزاجه مش مظبوط. هاي من أهم الأشياء. الشغل الثاني إنه مجرد ما يتوقف الشخص عن هاي الحمية هيرجع، لأنها حمية قاسية وسريعة، ايوه هيفقد فيها في الأول كمية سوائل، فالجسم هيصير عنده جفاف، بالتالي البشرة بتنشف، الشعر بينشف، فالجسم بحاجة لهاي السوائل، ومجرد ما يتوقف عن هاي الحمية هيرجع يزداد وزنه مباشرة، وأحيانا الضعف. ليه؟ أوه. لأنه هيرجع عنده شهية للأكل أكتر، لأنه حس حاله انحرم فترة من الأكل، يعني فلا شعوريا هذا بصير اللي زعل يا دكتورة سمي، هذا القهر، يعني الواحد بيجوع يجوع نفسه وشعره يتساقط وبشرته تتعب، في النهاية بيرجع ممكن نفس الوزن أو أكثر. دائما نقول يعني تبعوا نظام غذائي متوازن، حابين تنحفوا ما في مشكلة، بس يكون دائما بشكل متوازن، وإن شاء الله بصحة دائمة. شكرا جزيلا لك دكتورة أهلا سمية فيك. الخب، اختصاصية التغذية العلاجية، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا.